أيها المباركون، فإن من أعظم النعم على عبد أن يحبب الله إليه أن يسمع شيئا من القرآن، وإن الله عز وجل قد فضل الرسل ببعض ما فضلهم به، حتى إذا أراد الله جل وعلا أن يختم النبوات ويتم الرسالات بعث محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا أراد له ربه أن يتوجه التاج الأعظم ويدله على الطريق الأقوم أنزل عليه هذا الكتاب هدى للناس. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. فجعل الله جل وعلا في طيات هذا الكتاب ما يعرف به وما يدل عليه وما يرشد إليه تبارك اسمه وجل ثناؤه، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إلى غير ذلك من الآيات التي مجد الله فيها كتابه. ذكر الله جل وعلا القاسية قلوبهم وبين مآلهم، ثم بين أن الفخار كله في كتابه العظيم. قال جل ذكره: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود وكانوا من أقسى الخلق قلوبا؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. فلما بين له من قسى قلبه حقت عليه اللعنة، بين له الطريق الموصل إلى رحمته والسبيل الموصل إلى فضله وإحسانه، فقال جل ذكره: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال جل ذكره: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فإذا تبين هذا فإن الله جل وعلا يمن على بعض خلقه بحب أن يحبب إليهم أن يسمعوا تلاوة كتابه، ثم يمن عليهم بأن يتدبروا ما فيه من عظات حتى تسكن أنفسهم، تخشع قلوبهم، تطمئن أرواحهم، فيكونوا على هدي من ربهم. والقصص القرآني هو الأسمى في أسلوبه، والأصدق في أخباره، والأبلغ في عظاته. يعلم المؤمن